لأنهم ذوي الشهداء الأنبل والأكرم، لم تتوانى الفعاليات والمهرجانات المكرمة لهم في سوريا، حيث أقامت مؤسسة بصمة شباب سوريا مهرجان الصيف الترفيهي في ريف دمشق حمل عنوان بصمة وفاء. نبادل الوفاء بالوفاء لهؤلاء، لعوائل الشهداء، للاهتمام بهم، لرعايتهم، للوقوف على حوائجهم، أطفالا، شيوخا، أبناء، أمهات. نحن اليوم كل دمعة زرفت من عين أم شهيد أو زوجة شهيد، هذه الدمعة هي حبات لؤلؤ على أعناقنا، هم تاج على رؤوسنا، لذلك ليس قليلا أن نرعاهم، أن نقف معهم، أن نتكرم بهم. مستقبلين اليوم 100 زوجة شهيد مع أبنائهم، عندنا 250 طفل. مهم جدا أنه تحسسي هذا الطفل أو تخرجي هذا الطفل من الجو اللي هو كان عايش فيه بالحرب والإرهاب والدمار والقتل. فكتير مهم أنه نحن بكل فترة نعمل من هاي مثل هاي الأجواء وهي المهرجانات، يمكن لنحاول قدر الإمكان نخلق جو من الفرح والبهجة وندخل الفرحة والسرور لقلب هذا الطفل. تخلل الفعالية عروض فنية راقصة ورياضية وإلقاء كلمات وتكريم لذوي الشهداء في منطقة الست زينب، إضافة إلى تكريم المتفوقين في الشهادة الإعدادية من أبناء المنطقة. أنا بحب سوريا، بتمنى رب العالمين يجيب لي بابا خير وسلامة. 9 من عائلتي من نفس العائلة، بس الحمد لله رب العالمين احنا صامدين، وبإذن الله بدنا نرجع لأرضنا بإذن الله وبهمة الجيش العربي السوري. بشكر جميع من ساهم بهذا التكريم، يعني وخاصة بالنسبة للأطفال كتغيير جو إلون. بشكر بسمة شباب سوريا على أنه دعتنا على حضور الحفل التكريمي مشان تكريم شهدائنا، مبسوطين كثير الحمد لله، يعني أولاد مبسوطة. شباب سوريا المؤمنون بهويتهم كان لهم بصمة جديدة في رعاية وتكريم ذوي الشهداء، تقديرا ووفاء لدمائهم الطاهرة.